السلام عليكم. اؤمر يا فندم، اقدر اخدم حضرتك بايه؟ طب من غير ما تمد ايدك ومقاسك قول لي عليه. ايوه يا هانم، من فضلك يا مدام، حاسبي على الحاجه ما تعرفيش مدفوع فيها كام. وانت يا حبيبي ما تدخلش المحل بالايس كريم، احسن لو بوظت حاجه تدفع حقها والله العظيم. ايوه فعلا، على اليمين عند حضرتك غرفه القياس. حاضر يا فندم، بعد ما تحاسبي نعبي حاجه حضرتك في الكياس. ايوه يا حاجه، بنت حضرتك عمرها كام وحجمها ايه؟ وانا اوفر لك المقاس. ايه ده، صاحب المحل ما عندوش احساس، كل دي بضاعة هرصها على الرفوف. والله ده عاوز له جوز كفوف، المفروض يجيب حد يساعدني في المكان، ده كبير عليا وهيعجزني قبل الأوان. اتفضل يا أستاذ بقى حسابك واتكل على الله من هنا جنابك. وانت يا أبلة لفت لك حاجتك في هدية، ادفعي عند الكاشير ولا أيامك مش معدية. شكلك مش هتحاسبي وهتتعبيني، باين عليكي مصدية. وعلى ده الحال عروستنا طول اليوم تروح البيت تدور على أول سرير للنوم، وتحلم طول الليل باللي وقع البضاعة واللي لعب بالفوم. مين عروستنا يا ترى اللي لسانها حتة سكرة؟